السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة ميلان القادمة في الجولة 30 من الدوري الايطالي بعد التعادل امام سبال في الجولة السابقة. متابعينا الكرام، مباراة ميلان القادمة هتكون امام لاتسيو صاحب المركز الثاني. المباراة هتكون يوم السبت القادم بإذن الله تعالى 4 يوليو أو 4/7/2020. المباراة هيكون ميعادها الساعة 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر. زي ما قلنا 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا، 10:45 دقيقة مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، 11:45 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 8:45 دقيقة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا، و 7:45 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة في الغالب هتكون بي ان سبورتس اتش دي 4 كعادة الدوري الايطالي مع قنوات بي ان، وهناك قنوات اخرى وهي قناة بريمير سبورتس 1 اتش دي وقناة بي ان سبورتس اتش دي 4 زي ما قلنا وقناة بي ان سبورتس كونكت. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة ميلان القادمة أمام لاتسيو في الجولة 30 من الدوري الإيطالي. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.